شابو هجلي كاميرا كاشيلي ضيف الرحبوبي كل بقي مد يدي لي جابو هجلي كاميرا كاشيلي ضيف الرحبوبي كل بقي مد يدي البلاطة حالي ما عرف وش يستنى فيه هاد عوايدنا اللي جينا نفرحو بي البلاطة حالي ما عرف وش يستنى فيه هاد عوايدنا اللي جينا نفرحو بي شو خدير؟ يعلاش زعاف علاش خير حك معانا شي من اللي طيب يا هدا قطنا شي قنينة يعلاش زعاف علاش خير حك معانا شي من اللي طيب يا هدا قطنا شي قنينة فقالب بالهجوم انا يا خطيني بنيتي جابتني ندور وشدهني فقالب بالهجوم انا يا خطيني بنيتي جابتني ندور فقت لك الجزائر بخبخه الله يبارك فيتاميني. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من اذواق النجوم. اذواق النجوم من قناه الكي بي سي قناه العائله الجزائريه تدعوكم في هذه الامسيه الرمضانيه تحت هذه الخيمه التقليديه الى التمتع بلقاءات حصريه نوعا ما مع فنانين نجوم برزوا في الساحه الفنيه ونجوم صاعدون في الساحة، من بينهم الفنان الشاب اللي راح حاضر معنا اليوم، وبعد ما طلبوه لفان تاوعو حبينا انه نعرضوه معنا. اهلا بك محمد بن شنات وصحة رمضان. ميرسي بوكو وصحة رمضان قال الأمة العربية. الله يخليك. وميرسي بوكو بور فوتر انفيتاسيون، جي لو بليزير دير بارمي فو. الله يسلمك شرف لينا احنا نستقبلوك معنا خويا العزيز. قل لي بصراحة هذا سؤال مهم. اسكو تغني الاغاني تاع الوالد تاعك؟ فاش نغنيهم؟ اسكو تغنيهم في الحفلات ولا تدندنهم عندك في الدار؟ نبغي بزاف لو ستيل تاع الوالد ونبغي بزاف لي شونسون تاعو باسكو افون دات ان شونتور جيتي فان دو مون بار ودي فوا نغني هكا اغنيه زوج من تاعه. داكور، ومثلا واش من الاغنيه اللي تغني؟ كاين بزاف، كاين كيما لا شونسون تاع سامواران، كاين بزاف. غني لنا اغنيه لي فان تاعك اللي راهم يشاهدوا فيك. لي فان تاعنا نقول لهم واش من اغنيه؟ الاغنيه اللي حبيت. حنا ماذا بينا من الاغاني تاع باباك، باسكو الاغاني تاعك هم يحافظوهم وعارفينهم. نيشان نيشان باغ اكزومبل كاين واحد لا شونسون نموت عليها تاع مون بيغ اللي غناها بزاف، اللي هي التيتر تاعها تاع ما نبغيش كي تهزها فيا، ما نبغيش اللي يقزيك، انت روحك طار فيا وحدي نكره بلي بيك، محال انا اللي تلقي كيفيا، جامي ننسى اللي فوتناه، محال انا اللي تلقي كيفيا، جامي ننسى اللي فوتناه، جامي ننسى اللي فوتناه، تالمو نبغيك نقول لك واه. هادي بارمي لي شونسون اللي نموت عليها. صح الله الله يعني محمد. هذه نهدوها للوالد تاعك والوالده سبيسيال مهدي والوالده بيان سير هذه غناها عليها سير باينه هذه دوك محمد وصلنا لاخر فقره من البرنامج تاعنا. احنا بعد ما اكتشفنا محمد وفن الغناء رايحين نمروا الى فن الطبخ. فن الطبخ ثاني راه فن قائم فاتو عندنا لي طروا شاف متخرجين معاهد بالطبخ رايح تذوق انت الاكلات تاعهم وانت اللي راح تقول لنا شكون اللي عجبك وانت اللي راح تكرم وتهدي له هديه للسيد هذا الشيف هذا. واحد يفرح زوج واحد من الثلاثه خوفي ثلاثه صافي لازم نختاروا واحد. هذه هي داكور جوز معنا نذوق. محمد تفضل. تفضل خويا. تاكل شتا؟ كول انا ناكل. شيف الأول حليم متخصص في الأطباق السورية. تفضل حليم. سلام. شيف الثاني أمين عفوا حمزة متخصص في الأطباق الجزائرية. مرحبا بك. سلام سلام. والثالث حبس تعلق حبس خويا هدي لي معانا. هذه هي طيبتها. من المفروض هذا واش طيبتها هذا؟ واش هذا واش بالك؟ أرنب. أرنب هذا قط. هذا هذا قط كان طيب به.
مليح مالك تولي دير هاك تولي دير هاك هذا قط ما فتاكل قطوطة ما موالف ما من كلاب ديفون يكلون صحتك يسلمك تاكلون ما عليش ديما يكسل يسمك لا مني يساقوا بالي بالي الأولى عرفتها بلي قط غير تم على بالكش مشنيش أنا على بالي بس كوش هو صحيح قال لي قط كيفاش قط تجيبونا قطوطة حسيت بي مداري ناكل مداري قطوطه او ديفو باش دوك شو عيني يديروا مشي شويه او نديرهم بصح سمح لي كيفاش تجيبوا لنا قطوطه هذا الكلاب شكون جابوا له هنا تفكر كيفاش كانت اكو غطين نو هذا تاع شنو هو واش جابوا له عيني بدي تشوفوا كيفاش باش نجيبوا له جبنا ولوش هذا جبنا شنو هذا واش جابوا له واش جاب واش جابوا له شكون جابوا هنايا هذا قط صافي تقتلوا السيد نورمال بعد تقول له سمح له كيفاش شي انا يا خو اللي نطيب شوف كيفاش الصلاه جا لهنا اخو يا خو صلاه غلطه اسمحوا لنا بزاف اسمح بس اسمحوا لنا اخو قول له سمع تاكلونا الكوطه ومن بعد تقول لنا سمحوا لنا ماشي ليه هذا ماشي طايب ليه يا خو اي بصح ما تغلطوش ما تجيبولناش ما تبعثولناش اطباق اللي ماشي ديستيني لي زانفيتي تاعنا حنا هذوك على بالي كاين الشناوه هنا والهنو وكاين كاين ندوا لهم دو طرف لا ماشي ما تبدلوناش الخطوطه سمح لنا يا خويا حمودي. بصح ما فهمتش شو ما تجيب واحد ما يهدرش. واش يا ما تهدرش. ما تهدرش. باينه ما تهدرش جزائرية هذه شينوية. اه تهدر شينوية. اسكت. ما تعرفش علاش كلمة شينوية هذه. ها فغي ليخا. شنو هذه ليخا؟ سكويلة ليخا. ليخا معنا مرحبا. التحية تاعهم. نيهاو. هذاك هذاك شنو؟ نيهاو. هذاك ميا وقالت لك دوك لا ما متناش نورمالمون مادام راه في كوزينة هنايا وكاع في اوتيل كيما هكا شحال من واحد كاين خويا رانا بواحد 18 واحد كل واحد يطيب لا كاين مسابقة راه بصح دوك فاهمك مسابقة هذا اللي راهي مادام قطرة يطيب في اوتيل كيما هكا باش يمدوه للناس ياكلوه ما تجيش قلت البنادم كاين شناوة كاين شناوة كاين اصلا ما غير شناوة اللي ما يموتوش ما فهمتش الكلام هو فين هو واحد جابوه رجلي كاميرا كاشيلي ضيف الرحبو بيك ولا تبقي من يدي جابوه رجلي كاميرا كاشيلي ضيف الرحبو بيك ولا تبقي من يدي شاركت معنا نفسي بوكو مقالب يعطيكم الخير هذا عبيد اللي يجي زيما مسحها نتمنى كاع بلين ولكم تكون بخير قط ولا بشي كنت لا لا بابالي بنين يعني شسعد علاش في رفقك عانا شي من اللي طيب بيها دا قط يا شكينا يعني شسعد علاش في رفقك عانا يا علاش زعف علاش غيرك معانا شي اللي طيب يا هذا قطنا شي جنينة يا علاش زعف علاش غيرك معانا شي اللي طيب يا هذا قطنا شي جنينة بابا لك النهوش انا يا فاطيني ليتي جابت من دور ما قالت النجوم انا يا خطيني نيتي جابت من دور واش داري